والبعض الآخر يقول إنه ذهبوا إلى القبر الخاطئ. هذا لا يمكن أن يكون، لأنه مكتوب كان قبر خاص ملك يوسف الرامي في بستان كبير جنب مكان الصلب، فاستحالة إنه طبعا يكون القبر خاص. فلماذا لم يظهره المتدينون لما قالوا إنه أخذوا؟ طب ما القبر كان موجود هون، تعشوفوا الجثة ما زالت موجودة في القبر، أين الجسد؟ فطبعا هذه النظرية أيضا فاسدة. البعض طبعا ظن، بسموها نظرية الهلوسة، إنه كل المئات اللي شافوا كانوا متهلوسين. هو طبعا الجواب على هذا اسأل رجل سيكولوجي عالم نفس ويجيبك إذا هذا الشيء ممكن يحدث لهذا الكم وهذا العدد مرة واحدة. والبعض بيقول إنه أسطورة. طبعا إحنا بنعرف أكثر شيء مبرهن هو القيامة، وحتى أعداء القيامة ابتدأوا يدرسوا ويبحثوا ويكتبوا حتى يثبتوا عدم قيامة المسيح. النتيجة آمنوا بقيامة يسوع المسيح، إذا على صعيد طبي، إذا على صعيد قانوني، إذا على صعيد لاهوتي، وحتى كثير من الملحدين اللي كانوا بدهن يدحضوا القيامة آمنوا برب القيامة بالمسيح الحي.